أمي كنتي ارتاحي الليلة؟ شو بدنا الوقت قدامنا طويل، بتحاكيهم بعدين. أنا ما عاد بدي أصبر على هالموضوع أكتر من هيك، والليلة رح أحكي فيه لآخر مرة، وبعد هلأ كمان ممنوع يكون في كلمة فوق كلمتي أنا بهذا البيت. آسفة لأني ما قدرت ساعدك بالمطبخ. أنا طالع على القهوة، بس إذا لزمكن أي شيء خبروني فوراً. لا تاكل هم سونا، أنت لا تفكري تقومي على حالك، بتقولي لمؤمنة أي شيء بتجيب لك يا فوراً. يلي عملتيه مقصود. أنا ما عملتها بقصدي، قلت بفيد يلي ببطنك وما كنت ناوية الشر. مستحيل صدقك شو ما عملتي. أنت عم تكذبي، بس ما نجحتي، ابني عايش ما أجهضته. والله مو قصدي يلي عملته، اضحك تجيبي سيرة لمجيد ما بيصدقني، والله بيموتني بإيديه. بس عندي شرط بالأول. قولي يلي بدك وأنا بعمله. بدي إياكي تساعديني، بمساعدتك المفروض أخلص من هذا الولد. روحوا واتركونا لحالنا. اسمعوني، لأنه رح يكون التحذير الأخير، ومن اليوم ورايح يلي بده يطلع عن كلمتي واللي بده يكسر العادات والأعراف تبعنا لازم يعرف أني ما رح أشفق عليه أبداً. سمحت لرفيف أنه ترجع على بيت أهلها بعد اللي صار، وزهرة كمان مرة تانية قبلت فيها هون بهالقصر، بس من اليوم ورايح إذا شفت منكن غلطة واحدة قد ما كانت بسيطة لا أشطر المحامين ولا القضاة، وحده الموت بيفرق بيناتكن وبتعرفوني. إن شاء الله تكونوا فهمتوا اللي حكيته. بعد هلأ اللي بيغلط ما راح أسامحه، بتشوفوا. إيه فهمنا ستي لورين. إيه إن شاء الله هالمرة تكونوا عن جد فهمتوا كلامي معك. خلص هلأ يلا فوت على أوضتك. وانتي زهرة وقفي كلامي معك ما خلص. انتي تلاعبتي بشرف واسم عيلتنا. بس والله ما كان قصدي ازعجك ابدا. اسمعيني، انت اجيتي هلا وبدك تعيشي عنا بالقصر بدال اختك رفيف، يعني جاي وبدك يانا نقبل فيكي تكوني كني بهالبيت؟ ما بس لما جبناكي لعنا كني
ما تصرفتي على هالأساس وما احترمتي هالشي. ولهذا السبب نحن كمان ما رح نعاملك بهذا البيت على إنك كني. من هلأ ورايح كل شغل القصر عليكي. رح تكوني مسؤولة هون عن كل شي، بتنظيف البيت والطبخ والغسيل والجلي كمان، يعني بتمسكي شغل البيت كله. تاخدي مكان فاطمة، وكل الشغل اللي كانت تعمله هي، انت اللي رح تعمليه. بعمله كله ستي، كل شي بتطلبي مني رح اعمل لك اياه. انت ما بتتدخلي باي شي بيصير بهالبيت، ويكون بعلمك انت رح تنامي بالأوضة اللي موجودة تحت الدرج، يعني رح تكوني موجودة بس ما رح يكون إلك أي اعتبار هون أبداً. كل شي بتفكري تعمليه بتجي لعندي وبتاخدي الإذن بالأول. ممنوع تطلعي خطوة برات هالبيت، وممنوع تحكي مع حدا. ما بدي اسمع حسك بهالبيت. وإذا بتغلطي بعد هلأ غلطة واحدة وبتتصرفي شي من راسك، رح ازتك دغري برات هالقصر ورجع اختك رفيف بدالك. والله اكيد يا ستي، ايه اكيد انا رح اعمل يلي بدك يا، اتأكدي اني بامرك. وممنوع تشوفي هديك المعلمة بعد هلأ كمان، لأن لا ابوك ولا لا امك وما لمعلمتك وما عاد الى اي علاقة فيكي. واذا شفتيها بالطريق ممنوع توقفي وتحكي معها. ما بدي اسمع انك حكيتي معها بعد اليوم.